هذا يسأل عن النهي عن قول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. الأول فيه اللوم على القدر، الجزع مما حصل والتلوم، أما قول الرسول لو استقبلت من أمري ما استدبرت فهذا فيه التأسف على فعل على العمل الصالح، تأسف على العمل الصالح، ما هو بلوم على القدر، وإنما هو تأسف على ما فاته من التمتع الذي هو أفضل من القران. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، هذا تأسف على زيادة الأجر، والتأسف على العمل الصالح وعلى هذا شيء طيب ولا يدخل في لوم القدر.